السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. تمثال الحريه اللي انت بعته اتجسس عليا ده كذاب. انت اللي 60 كذاب. الراجل ايه مصلحته عشان يتبلى عليك؟ ها يا بابا، دول كانوا سجلتين تفريحي كده. تفريحي تفريحي يا قليل الادب. انت عايز الناس تقول عليا ايه؟ تقول ابن زهير الورفلي بقى مدمن؟ انت ناقصك ايه ابني عشان تعمل اللي انت بتعمله ده؟ قول انا عندي ايه. اب وام بيكرهوا بعض زي الاعداء، عايشين في وادي وانا في وادي. انت مش خايف عليا؟ خايف على اسمك؟ انا ممكن اغير اسمي لو عايز. انت هادي اتجننت؟ الظاهر ان الهباب اللي بتشربه ده لحس مخك. انت هاد مش عاجبك هاد العيشه اللي انت عايشها؟ ده انت بتاخد مصروف في الشهر اكبر من مرتب مدير عام بالحوافز. يا بابا انا ما بتكلمش عن المصروف يا بابا. خلاص يا سيدي، مش هديلك ولا مليم مصروف علشان ما تعرفش تشتري الهباب اللي بتشتريه ده. انا مش عاوز منك فلوس ومش عاوز منك حاجه. وانا بقى هتصرف مع الحيوان اللي بيجرك وراها في السكك الخايبه دي. غم وهم ونكد. سيد، سيد ابني. ايوه باشمهندس، سيد ابنك ساحب الهلفوت ابني وراه، وانا جاي لك عشان تلحقه قبل ما ياخد الواد وراه في سكه خايبه. ليه بقى ما يكونش ابن سعادتك هو اللي جرى الواد وراه في الهباب دوت؟ ليه رمي كل الذنب على ابني؟ ابني ما يعرفش الحاجات دي ابدا، مش ممكن. ليه بقى؟ شايفنا يعني وش اجرام ولا سوابق؟ ده انا من اكبر المقاولين اللي في البلد، اسمي زي الطبل في كل حته. سوابق ايه واجرام ايه؟ وانا قلت كده؟ بدل ما تتحمي عليا المفروض انك تشكرني عشان عرفت وجيت احذرك قبل ما تلاقي ابنك مقبوض عليه في غرزه. عندك حق، عندك حق يا زهير بيه. ومسمينها يا سيدي كماطة. كماطة كمان؟ قسما بالله لا قتل عمه دلوقتي. لا لا لا، الحاجات دي تتاخد بالهداوة والحكمة مش بالضرب. مش بالضرب؟ انت يا سيد، انت يا زفت يا سيد، انت انا. ايوه تعالى. نعم يا بابا. بتضربني ليه؟ عشان اطلع الكماطة اللي بتشربها دي. تتك يا بابا. خلاص يا حلو، خلاص يا حلو. انا مش عارف اعمل ايه يا دكتور انور. كل الاولاد بتمر بمشاكل كتيره في سن المراهقه بالذات، بس دي مشكله خطيره لازم نشوف لها حل. اكيد ابنك بيمر بازمه. اتفضل يا دكتور انور. ما انا عارف يا دكتور انور، امال انا باعت لحضرتك ليه؟ شوف يا سيدي، اولا لازم تقرب من ابنك، تصاحبه، تخرج معاه، تشوفه يفكر في ايه، تعرف ايه اللي بيدور في مخه. ايه يعني اقعد ليل ونهار معاه واسيب شغلي؟ طب ازاي؟ انا ما قلتش تقعد جنبه، لا انا عاوزك تيجي على نفسك شويه اليومين دول وتبطل سهر لغايه الازمه اللي بيمر بيها ابنك ما تنتهي. افرض انه عيان، لازم تقعد جنبه وما تنساش ان انت مسؤول عن كل تصرفاته. انا اللي بخليه يتسطل ولا العيال البايظه اللي مجرجرين وراهم لحد الوحل؟ حتى لو افترضنا زي ما بتقول ان في عيال بايظه حواليه، الاب والاسره هم المانع الوحيد للاولاد عشان يمشوا في شوارع الدنيا. مفهوم مفهوم يا دكتور. في حاجه تانية عاوز اقولها لك. الولد عنده هوايات، رسم، اطلاع، حاجة تشغل وقته. ايوه، هو كان بيلعب بوكس، كان مشترك في النادي، معرفش دلوقتي بيروح ولا بطل. لا ده انت بقى تخليه يداوم على البوكس اللي انت بتقول عليه حاجة تشغل وقته. ما عنده مذاكرته ومدرسته. مش كفاية، الاولاد في السن ده عندهم طاقة ما تتصورهاش، عاوزة سكة تخرج منها، ولو انفجرت هتبقى زي البركان بالظبط. انا مش عارف الجيل المنايل ده طالع لمين. انا لما كنت في سنه لما امسك شلن
اعمل فرح ما باخدوش غير في الاعياد. الواد عنده كل حاجه ومش عارف بيعمل كده ليه. ما انا قلت لك ان ابنك مريض نفسيا ودي ملهاش دعوه بالفلوس. انا بقول لك يا دكتور انا مش عايز حد يعرف حكايه مدحت دي خالص. ايوه ممكن الناس تتكلم عني بسببها. طمن يا زهير ولو اني مش شايف عيب في الموضوع ده. انا يا سيدي هعمل كل اللي انت قلت لي عليه، بس افرض مدحت يعني لسه ماشي في السكه دي اعمل ايه؟ يبقى مفيش غير حل واحد. ايه هو؟ يخش مصحه للعلاج. مصحه؟ مصحه دي يا دكتور انت عايز تفضحني؟ لا ان شاء الله مش هتوصل للدرجه دي. انا هتصرف. واللي عاوز يتعلم يشتغل على الكمبيوتر زي ما اتفقنا يجيلي في المعمل بعد الدراسه. واحنا هنعمل ايه بالكمبيوتر يا استاذ حسين؟ هتعملوا ايه؟ هتتعلموا كتير. يعني الانسان البدائي كان كل ادواته هي عصايه وحجر، وبعد التطور والاف السنين العصايه دي اتقلبت لكمبيوتر. الكمبيوتر وصل البني ادم للفضاء الخارجي، والكمبيوتر هو المستقبل اللي انتوا هتشيلوه على كتافكم. اتفضل يا هشام. عايز افهم ايه فائده الكمبيوتر للتلاميذ اللي زينا؟ فائده الكمبيوتر يا سيدي للتلاميذ اللي زيكم هي انه اللي بيعرف يشتغل على الكمبيوتر اكنه معاه مفتاح، مفتاح لبوابه كبيره قوي، بوابة معلومات في جميع المجالات، وده هيساعدكوا على البحث والتطور. والله انت طيب قوي يا استاذ نور. بكره ساعتك تشوف. ما كانش زي حسين ده يطلعوا يسابوه بقد كده من الحكايه دي. ما بقاش انا سامي. يا راجل حرام عليك ما تبقاش مفتري. هما العيال عندهم فكره عن الكمبيوتر عشان يطلعوا يسابوه زي ما انت بتقول. ما دي لعبه يا استاذ. لا. جري يا استاذ نور. حاجة جديدة وبرامج وكمبيوتر وشاشات وممكن العصر بقى. أمال إيه يا أستاذ؟ محدش منهم فاهم أي حاجة. بكرة كلهم ياخدوا عنده دروس خصوصية. ومين عارف؟ مين عارف يا أستاذ؟ بكرة يبيع لهم كمان الأجهزة بتاعت الكمبيوتر. طب نفرض إنه بيعمل كده، إيه العيب في ده؟ أهو منه بيسترزق ومنه بيعلم العيال حاجة تنفعهم وتفيدهم. وانت ايه بقى اللي مزعلك؟ ولا هي كحكه في ايدي اليتيم عجبه؟ كحكه ايه بس يا استاذ نور اللي بتقول عليها؟ انا اللي هجنني اني مش عايزه يعمل لي فيها رسول العلم والمعرفه. ده فضل يتسحلب يتحلب للحد لحد ما جابوا لك هيزه. احنا لازم يبقى لنا موقف يا استاذ نور في الكلام ده. صباح الخير. صباح الخير يا استاذ حسين. يا استاذ سامي مالك شكلك متضايق؟ في حاجه؟ لا ابدا. ساعتي بيه وانا هتضايق ليه؟ هو معقوله برضه اللي يشوفك يتضايق يا باشمهندس؟ اللي قول لي ايه اخبار الكمبيوتر مع الاولاد؟ بصراحه الاولاد تعبانين قوي فيه. المهم انا هفضل معاك شويه بشويه. اه شفت يا استاذ نور؟ زي ما قلت لك بالظبط. بالمناسبه يا استاذ نور انا عندي اقتراح صغير كده بالنسبه للتلاميذ عايز اقوله. اتفضل. قول يا راجل ما تكسبش. انا بفكر اعمل فصول تقويه عشان نقوي شويه التلامسه وتبقى مجانيه طبعا. حضرتك طلبتيني يا مستر ايمن؟ اقعدي يا عبير انا عايزاكي. انت طبعا عارفه مدحت اللي في سنه اولى تالت. اه طبعا يا مستر ايمن. هو في حد ما يعرفوش؟ ابوه اتصل بالحاج وبعدين اتصل بيا ووجع لي نافوخي عشان الولد. اكيد طبعا راح اشتكى له مني، مفيش حاجه تانية غير كده؟ لا ولا اشتكى ولا حاجه. ابوه عايزنا نخليه يشترك معانا في نشاط من الانشطه بتاعتنا. هو مدحت ده بتاع اي نشاط من الانشطه؟ فرقه المسرح اللي انت عاملاها، اقنعيه ان هو يشترك فيها معاكي. ده ما عندوش رغبه لاي حاجه، ازاي اقنعه؟ عشان خاطري. ابوه بيقول ان هو عنده حاله نفسيه سيئه وعايزنا نساعده. حاضر يا مس فهيمه. أنا هحاول معايا. عن إذن حضرتك. اتفضلي. المسرحية بتاعتنا دي هتشترك في المسابقة، واحتمال كبير كمان سيادة الوزير يجي يحضر العرض بنفسه. إيه يعني هديكوا جايزة؟ ممكن، ممكن المسرحية تاخد جايزة وممكن ما تاخدش. مش ده المهم. المهم إن كل اللي هيشترك في المسرحية دي العين هتبقى عليهم. يعني الناس هتقعد تتكلم عن الناس اللي هتشترك في المسرحيه دي لسنين طويله. قولي انت عمرك ما دخلت مسرح؟ اه طبعا دخلت مسرح قبل كده وشفت مسرحيات كتير. برافو. وايه اللي عجبك في المسرح بقى؟
حسب الموضوع يعني، في مسرحيات بتضحكني، في مسرحيات بيبقى موضوعها كويس يعني. هايل هايل. مفيش مرة بعد ما اتفرجت على العرض كان نفسك تطلع تسلم على كل اللي مثلوا في العرض، على أبطال المسرحية؟ آه حصلت لي مرة كده. هايل. عارف ده ليه؟ علشان الممثل بيقدم حلم، خيال، انت بيبقى نفسك تلمس الخيال ده، نفسك تحسه وتسلم عليه. عرفت ليه بقى؟ آه عرفت، بس مش فاهم حضرتك عايزة ايه يعني. أنا عايزة حاجة بسيطة، عايزك تشترك معانا في المسرحية. أمثل يعني؟ امثل. متشكرين جدا. ايه ده؟ انا بقول نكته، بتضحك على ايه؟ امثل ايه حضرتك وكمان مع لعيبه ابو مصطفى كامل دول؟ لا 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 خالص. اشوف حضرتك في الحصه بقى. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اخسر. ايوه الملف موجود، انا لقيته. فين؟ طيب. لا لا، اللي هيجي لك جوزي، قصدي طليقي يعني. طيب. لا لا مش هيتأخر، هتلاقيه مليان شوية كده ولابس نظارة نظر. طيب. خالد، بص يا خالد، اتصلوا دلوقتي وعاوزينك تروح تقابلهم. روح واديهم الملف وخلص الحكايه دي بقى. اكتب العنوان. ايوه انا معاكي. عنوان 6 شرعي. طيب انا هبقى اكلمك انا بعدين. مع السلامه. مع السلامه. ايه مالك؟ المكالمه دي كانت جايه لك من مين؟ لا دي من من الـ من الـ من, الـ من الناظر بتاع المدرسه بتاعت ادهم، عاوزني اروح له دلوقتي حالا. وده عاوز منك ايه بقى ان شاء الله؟ يعني يا حبيبتي النظر بيكون عايز مني ايه؟ عموما لما هوصل عنده واتكلم معاه وافهم منه كل حاجه بكلم حضرتك. سلام دلوقتي. لا الموضوع كده بقى مش طبيعي، انا لازم اعرف فيه ايه بالظبط. ايوه اهلا. اهلا وسهلا. اهلا بيك. يا ترى جبت لنا الامانه؟ اقعد ارتاح الاول. ماشي. امانه ايه؟ الله، المدام مش قالت لك على كل حاجه ولا ايه؟ لا قالت لي على كل حاجه، بس كل حاجه وليها تمن. ما تقول كده من الاول يا عم. اتفضل يا بيه. كم دول؟ 100,000 جنيه زي ما اتفقنا. طب دول العربون فين الباقي؟ باقي يا خالد ايه؟ انت بتستعبط ولا ايه؟ انت اللي بتستعبط. بقيت المليون تمن الورق اللي في الملف بقى كده. ايوه كده. امال انت فاكر ايه؟ ولو مش عاجبك يا حبيبي كل الورق اللي مكتوب في الملف هتلاقيه من بكره الصبح ان شاء الله منشور في كل الجرانين بتاعه البلد. قلت ايه يا حلو؟ ده انت لعيب كبير قوي. طب استنى عليا شويه. اتفضل يا حبيبي. مبروك عليك العربون يا لعيب. والباقي؟ الصبر جميل يا عم. استنى يومين ولا ثلاثه ما نجهز فلوس وانا هكلمك. ولا ايه رايك؟ سلام يا باشا. ايه يا خالد عملت ايه؟ منهم الورق؟ لا ده انا بقى اللي خدت منهم الورق. إيه؟ بس ورق بقى من نوع تاني خالص خالص خالص. ورق الناس تعيش كل عمرها علشان تاخد رزمة واحدة منه. بتقول ايه؟ انا مش فاهمة. نفهمك. مئة الف جنيه. انت اتجننت؟ ازاي تاخد منهم فلوس؟ ودي بالنسبة لهم فلوس؟ ده بالنسبة لهم مجرد ورق ملهمش أي قيمة، إنما بالنسبة لك أنت وأدهم هتأمنوا حياتكم بيها. خالد دي فلوس حرام،
انت ما تعرفش يعني ايه حرام؟ لا اعرف، واقول لك الحرام يعني ايه. الحرام ان احنا مش عارفين نعيش زي الناس ما هي عايشه. الحرام ان ابني يتحرم ويعيش طول السنه بطقم واحد مش قادر يغيره. الحرام ان انا اعيش مع واحده انا مش طايقها وكارهها ومضطر استحمل سخافتها ورزالتها علشان فلوسها. هو ده الحرام. تصدق انا غلطت اني اتصلت بك عشان تيجي تحمي ابنك. انت بقيت حقير كده ليه يا خالد؟ انا مش هرد عليكي، بس لازم تعرفي حاجه واحده بس، ان انا كده بحميه. الفلوس دي هتحميه طول عمره. انا زهقت منك، مفيش فايده من الكلام معاك. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت هتعملي ايه؟ هبلغ البوليس. عيب عيب كده. فكري كويس في اي حاجه انت هتعمليها، لانك ممكن تندمي عليها بعد كده. احنا دلوقتي معانا الورق والفلوس، وانا مستعد اسيبهم لك، بس لازم تعرفي ان انا من باب الاحتياط معايا نسخه تانية. ففكري كويس قوي قوي قبل ما تعملي اي حاجه، وخلي بالك ان الناس التانيين دول مش هيسيبوك في حالك، فاهمه؟ مش هيسيبوك في حالك. فكري كويس. وانا ابتديت اقلق. يا حبيبتي يا حبيبتي، ده ما كملش ساعتين، وبعدين ما تنسيش انه بيعمل عمليتين مش عمليه واحده. ايوه اما اطمئني يا هاني، دي الوهله لما صبه بينجرح بيقعد يربط فيه ساعه، ودي كيليا لحلها. إيه عفر عفر يا بيه. ما بدخنش. طمني يا دكتور. الف مبروك، عملية نظيفة قوي، بنتك هتبقى زي الحصان. بجد يا دكتور؟ اه طبعا بجد. ما خلاص بقالها كيليا جديدة نوفي، لا هتكون حصى بقى ولا رمل. كيليا فلاحي ها. امال يا هانم، انا ده من هالي. البنت بنت عامله ايه يا دكتور؟ الحمد لله بقت بكيليا واحدة، بس طمن زي ما قلت لك اي بني ادم ممكن يعيش ان شاء الله بربع كيليا. على خيرة الله، يعني هي كانت هتعمل الاثنين يعني يا دكتور؟ طب ممكن اروح اشوفها يا دكتور؟ اه قوي قوي، بس من ورا الازاز لان الاوضه معقمه ممنوع الدخول فيها. حاضر 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 يا دكتور. إيه ممكن اروح انا كمان يا دكتور؟ ما تروح يا اخي، هدعيشك. هاي بابي. اهلا اهلا بروح بابي. عامل ايه؟ ازيك؟ الحمد لله. مين اللي كان معدي ده؟ انا راجل غلبان سيبك منه، المهم انت بقى تباركي لي دلوقتي. ها ابارك لك على ايه؟ على اول عمليه نقل كلى عملتها في السنتر بتاعي. الحمد لله العمليه نجحت 100%. بنت صغيره اتبرعت بالكليه بتاعتها، نقلناها لبنت تانية، الكلى عندها كانت بايظه. وعملت العمليه فين؟ هنا في الفيلا في السنتر بتاعي. في البدروم؟ بدروم ايه، ما خلاص بقى مستشفى كبير. مش هو اللي عملت فيه اول عمليه؟ ازاي تعمل كده؟ اعمل ايه يا بنتي وانا عملت حاجه غلط؟ انا انقذت حياه طفله صغيره من الموت. على حساب واحده تانية مش كده؟ لا، ابوها اخذ مبلغ كبير قوي قد كده، هو ما كانش يحلم بيه. وبعدين بنته كويسه زي الفل، ازاي اقول لا؟ والبنت الصغيره دي حد كان سالها اذا كانت ترضى تعيش بكليه واحده ولا لا؟ الكلام اللي بتقوليه ده يا سوزي، بقول لك دي بنت صغيره، ناخد رايها ازاي نسالها؟ بتسرقوا حياتها عشان هي بنت صغيره ومش فاهمه حاجه، مش بدل ما تحافظ عليها؟ حافظ عليها ايه؟ احنا حافظنا على البنتين مع بعض. سوزي انت تفكيرك مش علمي خالص. طب انا لو كنت جيت لك بدل البنت دي كنت هترضى ابيع كليتي؟ كنت هترضى ولا لا؟ ترجمة
بس بقى يا بنتي كفايه كده. ما بقتش قادره استحمل يا طنط، بخاف انام من الكوابيس اللي بتجيلي على طول. بابا مش عاوز يفهمني، في حد يعمل مستشفى جوه البيت اللي بينام فيه؟ لا طبعا، بس لان هو دكتور فدي حاجه عاديه بالنسبه له. معلش انا هروح اتكلم معاه. كلميه والنبي، انا بقيت اخاف منه، انا خايفه اكرهه. اوعى تقولي كده يا حبيبتي، انتوا مالكوش غير بعض، وانا متاكده اني بعد ما اتكلم معاه هيعمل اللي انت عايزاه، لانه طبعا بيحبك. انا اسفه ليه بكلمك في مشاكل، بس ما عنديش حد تاني اتكلم معاه. شوف بقى الكلام اللي مالوش لزوم، مش احنا اتفقنا ان انا زي ماما؟ وبعدين بيني وبينك بقى، انا طول عمري كان نفسي بقى عندي بنوته حلوه زيك، وهو اخيرا ربنا اداني. ايه ده سوزي، ايه المفاجاه الجميله دي؟ مالك يا سوزي؟ مالها بنتي وجايه تزورني فيها حاجه دي؟ اه كده، طب هطلع منها انا بقى عن اذنكم. طب خلاص خلاص ما تزعلش، انت رايح فين؟ مش بنتك وجايه تزورك؟ هروح اضيفكم بقى واعمل لكم اتنين شاي. لا يا سيدي متشكرين، انت كل اللي مطلوب منك دلوقتي انك تاخد سوزي هانم وتنزلوا تتفسحوا. سوزي تنزلي مع الشاب الوسيم ده ولا تخليكي قاعده معايا؟ اللي تشوفيه يا طنط. مش كنت تطلب حاجه بدل ما انا قاعده باكل ايس كريم لوحدي وانت بتتفرج عليا؟ انا ببقى مبسوط قوي وانا قاعده اتفرج عليكي وانت بتاكلي الحاجه اللي انت بتحبيها. تعرف يا ادهم، انا بحسدك على مامتك قوي، يا بختك بيها. يا ستي ولا تحسديني ولا حاجه، اي خلاص قررت تتبناكي بجد. يا ريت، ده انا بقى اسعد انسانه في الدنيا. ايوه بس انت بتكتبي لي ورقه وانا ابقى امضي لك عليها واحط لك عليها ختم النسر ده اذا لقيته، وتبقى تيجي تقعدي معايا. طيب وابقى اختك واخد اوضتك اقعد فيها لوحدي. اه مش بقول لك انت داخله على طمع، عايزه الاوضه وماما كمان. انت انبسطت لما شفت باباك؟ شوف يا سوزي، بصراحة أنا كنت فاكر إن لما هشوفه هبقى فرحان وطاير من الفرحة، لكن لما قعدت معاه حسيت في برود في مشاعري لدرجة إن ضميري أنبني. يمكن علشان بقالك كتير ما شفتوش، وزي ما بيقولوا البعيدة عن العين بعيدة عن القلب. مش بس علشان كده بابا، أنا كنت راسم له صورة حلوة قوي في خيالي، مش زي الصورة اللي أنا شفته بيها. يا أدهم أنت بتكتب شعر، فكل حاجة بتشوفها بتشوفها بخيالك مش بعقلك. زي لما كتبت نفسي أضمك أضمك وأبلغ سمايا وسماكي، الشمس وردة في كفك والبحر ضحكة في سماكي، يعني والحاجات اللي انت بتكتبها دي. انت حفظتيها؟ اه، امال انت سمعت ايه دلوقتي؟ يعني افهم من كده ان كلامي عجبك؟ ايوه عشان كده حفظتها. يعني خلاص فهمت الكلام ده انا كنت كاتبه لمين؟ ايوه، بس خايفة الشمس تحرقني لما تحطها في ايدي. مؤاخذة يا ابني مش هعطلك، انا جايلك اخد تصريح خروج علشان عندي مهمة رسمية. وبعدين بقى في الاحراج ده. مهمة رسمية؟ ايوه. بالشكة دي مهمة رسمية؟ ايوه. مهمة عاطفية؟ لا والله يا حسين، فعلا مهمة رسمية. ابوك من الانف صاعد قرر ان يخوض غمار الحياة السياسية المدنية بعد اعتزاله للحياة العسكرية. هل ستنضم الى انتخابات مجلس الشعب؟ انتخابات ايه يا واد؟ انت الانتخابات دي لسه فاضل عليها سنتين. قول لي انت سمعت عن حزب التنوير والديمقراطية؟ ايوه الحزب الجديد طبعا. اه انا بقى قدمت طلب انضمام للحزب ده واتقبلت الحمد لله، والنهارده عندنا اول اجتماع للحزب عشان نناقش البرنامج بتاعه. طب يعني بتعمل كل ده ليه؟ وما عملش كل ده ليه؟ يا سلام يا استاذ حسين، انت عاوزني قاعد فاضي؟ انا يا واد انت عاوز احس ان انا لسه عايش، عاوز احس ان انا لسه بخدم الوطن. بتخدم الوطن ايه يا راجل؟ ده انت محارب ثلاث حروب. الحروب مستمرة، الحروب لا تنتهي يا حسين، لسه في معارك كتيرة، معارك الغذاء، معارك الدواء، معارك محو الأمية، كل دي معارك لخدمة الوطن. خلاص ربنا معاك، وانا شخصيا موافق على اللي انت بتعمله.
شكرا. والف مبروك للحياه السياسيه على انضمامك ليها. شكرا شكرا يا سيدي. ممكن بقى تديني التصريح والاذن علشان امشي؟ سيبنا افكر شويه. طيب انا غلطان اللي جيت استحذرك، انا خارج عشان ما اتاخرش. سلام. لو اتاخرت عن 11 هقفل الباب. اه شفت؟ انا عمري قفلت عليك الباب وكنت بتتاخر كتير. ها انا عموما مش هتاخر عشان العشاء. ها عشان اعمل لك العشاء. حاضر. عينيا. سلمنا على الحياه الرسميه. انا النهارده في منتهى السعاده، في منتهى السعاده للحضور الكبير اللي حضر مؤتمرنا ده، واللي ناقشنا فيه اخطر قضيه واكبر تحدي لمجتمعنا، وهي قضيه البطاله. واعتقد ان احنا كلنا موافقين على الحلول اللي انا فرحت عليها النهارده. مبروك يا محمد، سينا رجعت لنا تاني، أرضنا كلها اتحررت. الله يبارك فيك يا سيادة القائد، عقبال الخطوة الجاية. خطوة إيه تاني؟ نبني كل اللي اتخرب، نعوض السنين اللي راحت في الحرب، ونعمر بلدنا يا فندم. إحنا صبرنا واستحملنا كتير. هتتعمر يا محمد، هتتعمر إن شاء الله. شكرا شكرا شكرا. ايه في حد عايز يقول حاجه يا جماعه؟ اتفضل يا استاذ محمد. الحقيقه انا مش شايف سيادتك طرحت اي حلول حقيقيه للقضيه دي. ايه ازاي يا استاذ؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام اللي بيقوله ده؟ ايه الكلام ده؟ لو سمحتم لو سمحتم سيبوا الاستاذ محمد يكمل للاخر. قول لي يا استاذ محمد، هو تعمير الصحراء مش حل في رأي سيادتك؟ حل ممتاز طبعا، بس حل بعيد المدى، يعني قدامه على الأقل 10-20 سنة على ما يقدر يستوعب الأعداد الكبيرة من الشباب العاطلين. طب ما هو أمر طبيعي طبعا، ولا أنت عاوزهم يعمروا الصحراء في يوم وليلة؟ لا طبعا طبعا يا فندم، أنا مش عاوزهم في يوم وليلة، بس كمان مش معقول نسيبهم قاعدين على القهاوي يلعبوا طاولة 20 سنة. لازم ندور على حلول سريعة. البطالة دي قنبلة موقوتة ممكن تنفجر في أي وقت. يا أستاذ محمد احنا بنزيد كل يوم بالألاف، قول لي هنعمل ايه؟ الله، ما لحضرتك عامل حزب ليه؟ واحنا مجتمعين النهاردة ليه؟ عشان نفضل قاعدين ناكل ونشرب ونتكلم كلام ملوش لازمة، لا هيقدم ولا هيأخر؟ ايه الكلام ده يا استاذ محمد؟ انت لسه بقالك يومين عضو في الحزب وعاوز تعلمني انا رئيس الحزب ايه اللي اقوله وايه اللي ما اقولوش؟ لا مؤاخذة، مع احترامي ليك يا رئيس الحزب، انا اصلي اتعودت طول عمري على الصراحة وتحديد الهدف بالظبط. يمكن حياتي في الجيش هي اللي عودتني على الحكاية دي. بس احنا مش في الجيش، ده حزب سياسي بيحمل هموم الوطن يا أستاذ، لازم تفرق بينهم. هموم الوطن؟ أيوه تصور أنا خدت بالي دلوقتي، بس ربنا يعينك أنت وأمثالك على تحمل الهموم دي. ودلوقتي يا جماعة أعتقد نرجع لجدول الأعمال. اللي موافق على البنود اللي أنا قلتها يتفضل يرفع إيده. موافق. جمال قوي يا حاج، جمال قوي. يا سلام، نفسي ربنا يفتحها علينا بقى ونفتح لنا جامعة خاصة. جامعة مرة واحدة؟ طب قول كلية يا راجل. ما هو احنا هنبدأ بكلية وبعدين اتنين وبعدين تبقى جامعة بقى.
صباح الخير يا خالي. صباح الخير يا ست روي. صباح الخير يا باشمهندس طلعت. صباح النور. يا ترى حضرتك اتفقت لنا على اتوبيس الرحله؟ طبعا. اطلعي لي المكتب وانا اديكي بيانات. اتفضلي يا حاج. اطلعي لي المكتب دي. اللي عايزني يجي لي يجي لي، انا ما بروحش لحد. النهارده النهارده يا مسعد، يا راجل يا راجل قول لي قبلها بيوم ولا يومين عشان استعد استعد واحلق دقني يعني واتشيك. انت واثق ان جاي تفتيش من الوزاره النهارده؟ خلاص خلاص يا مسعد خلاص. حاضر يا سيدي، حلاوتك متشاله. ده انت حلاوتك بالزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه يا مسعد. طب استأنس اني بجي يا استاذ حجازي. ليه ليه يا خيريه؟ هي ساعه الحظ تتعوض. منه لله مسعد. مسعد ده الندرج بتاعي في الوزاره، بيبلغني اول باول لو حصل تفتيش مفاجئ. طب وماله يا استاذ حجازي؟ ياجي في اي وقت، احنا شغلنا ماشي على ميه بيضه وكل المدرسين موجودين. ميه بيضه وانت بتعملي شيك وشري؟ لو جه تفتيش من الحكومه ولقوا الاعلانات اللي احنا عاملينها تحت بتاع التقويه، هنروح كلنا في توكر. توكر؟ في خروجه. خروجه؟ قصدي اقول في 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 دهلسي. دهلسي؟ اين مفردات اللغه يا استاذ حجازي؟ فوتيها المره دي عشان خاطري. طب عشان خاطرك بس المره دي يا استاذ حجازي. اتفضل. خدي ايه دول؟ خدي الاعلانات دي وخدي العيال وعلقيها بسرعه. طب هنعلق العيال ليه يا استاذ حجازي؟ العيال اللي هتعلقيها، الاعلانات دي هي اللي تعلقيها. عليها قبل ما تعلق انا وانت ونروح في سين وجيم. انتي شوف انا كنت محضر لك ايه. ازازه عطر لتر. جيوفاني لا لا خالص، الاتوبيس ده مش هينفع. ليه يا استاذه مالك؟ حضرتك ناسي يا باشمهندس ان نفس الشركه دي ادتنا اتوبيس السنه اللي فاتت، رحنا بيه الفيوم في 7 ساعات. اتوبيسات الشركه دي خرده، يعني لازم تتكهن. لا 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 تتكهن ايه بس؟ ده مدير الحركه بتاعهم حلف لي ان هم عملوا صيانه لكل الاتوبيسات وبقت زي الفل. يا راجل وانت تصدقه ازاي؟ اذا الاتوبيس ودانا الفيوم في 7 ساعات يبقى هيودينا اسكندريه في 3 ايام. لا 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 ما تخافيش، قلت لك على ضمانتي. وبعدين بيني وبينك مش هنلاقي حد يدينا سعر كويس الا هم. يا سلام، يعني عشان توفر شويه فلوس تقوم تموتنا احنا في طريق؟ بعد الشر يا شيخه، ده انا مش مأمن على العيال. شوف يا باشمهندس، انا بيصنفوني في عائلتنا فئه العند، رمز القفل. طالما قلت لحضرتك الاتوبيس يتغير يبقى هيتغير. انا عايز اعرف ايه اللي مزعلك. مزعلني؟ ده انا هتجنن. ازاي واحد ما بقالوش كام شهر ويطلع مشرف؟ اشمعنى هو اللي يطلع مشرف يا استاذ نور؟ يا سيدي هو طالع عشان في طلبه كتير طالعه من الفصل، ومفيش حد من الاساتذه التانيين طلب انه يطلع الرحله. علم يا استاذ. طب الاقي سعادتك بقى ان انا طالب اطلع. خلاص مفيش مانع عندي، اتفضل روح لميس راويه واتفق معاها. ارتحت؟ ايوه ارتحت. يكون في علمك بقى ان حسين طالع متطوع، الرحله دي ما فيهاش اي بدلات، ما فيهاش لارجان. ايه؟ متطوع؟ ليه؟ هي رحله تبع الهلال الاحمر؟ هو كده هتطلع ولا لا؟ لا 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 يا استاذ نور، فعلا انا افتكرت انا عندي مشوار مهم جدا في الوزاره بكره. Thank you.
اطلع غالب بقى هتقلب دماغ الراجل وهو جاي من المستشفى. اطلع انت تبح ذكر بط ولا حاجه عشان بيه يتغزل. يا جماعه متشكر قوي، متشكر جدا. انتوا كده هتخلوني احب العيله. الف بعد الشر على سعاده جلابك. اتفضل اوصل سعادتك. لا 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 خليك انت يا عبد السلام. طيب هندوي وصل. طيب على بيه لسعادتك يا بيه. اتفضل اتفضل يا استاذ. اتفضل الف الحمد لله بالسلامه. الحمد لله يا رب الحمد لله. يا سلام. عارف يا هندوي، البيت ده كان وحشني قوي. صحيح اللي يخرج من داره ويتألم مقداره. الحمد لله على سلامتك يا استاذ مصطفى. تعرف يا هندوي، الدنيا زمان كانت هاديه، ما كنتش تسمع فيها غير زقزقه العصافير. دلوقتي ما تسمعش غير زيطه وزنبليطه وخناق وما حدش ابدا بيستحمل حد. صحيح انا لما بخرج من البيت بحس ان انا زي السمكه اللي خرجت من الميه. انت نورت بيتك يا استاذ مصطفى. على فكره أيوة. انا حطيت الفلوس بتاعت حضرتك في البنك وجبت لك الورقه بتاعت البنك اهي. طيب خليها معاك يا هنداوي. بس في حاجه كمان عاوز اقول لك عليها. الفلوس بتطلع فايد في السنه حوالي 800 جنيه تقريبا. كويس قوي قوي، خليهم دول علشانك. لا 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 استاذ مصطفى، اعفيني من الموضوع ده، انا ما اقدرش اخدهم. وكمان خلي الورقه دي معاك. معلش ليه يا هنداوي؟ دي هديه صغيره وانت زي ابني. 800 جنيه ده يا صغيره ازاي بس يا استاذ؟ انا اخد منك جنيه، نص جنيه، بقيه الجرنان، اخد منك 10 ساغه عشان اجيب بيها دوباره علشان اوصل الكيزان اللي بيننا ونحسن ارسال الموبايلات بتاعتنا. لكن 800 جنيه ازاي يا استاذ؟ استاذ مصطفى، انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه. في حاجات الواحد بيعملها ما يصحش ياخد عليها فلوس. حضرتك جارنا من زمان وكلنا بنحبك، ما ينفعش بقى عشان انا بحبك وبعمل الحاجات دي. يعني انا مش عارف افهم حضرتك ازاي. انا فاهم يا هنداوي، انا فاهم كويس. بس انا عاوز اقولك على حاجة، الفلوس اللي انا بديها لك دي مش علشانك انت وبس، لا ده عشاني انا كمان. ولما انت تاخدها تبقى بتجاملني قوي قوي وتقدم فيا معروف كبير خالص. انا ازاي؟ المشاعر الطيبة يا هنداوي مش كلام كده في الهوا بس، لا دي سلوك وافعال. وانت زي ما وقفت جنبي وخدمتني وانا في المستشفى، اديني فرصة كمان عشان اترجم لك عن مشاعري واقدم لك حاجة هتسعدني انا قبل ما تسعدك انت عشان خاطري. حاضر يا استاذ. قوم بقى اعمل لنا شاي بس خمسة فتلة. خمسة فتلة حتة واحدة؟ ما هو في المستشفى كانوا بيعملوا لنا شاي من غير فتل خالص ومن غير شاي كمان. من عناية يا استاذ. طب ايه رأيك نخليه بعد الغداء عشان نحبس بيه؟ نحبس ايه؟ هو احنا هنقفش حد نمسكه ونسجنه؟ لا يا استاذ مصطفى، عشان نحبس بالمحمر والمشمر اللي امي عاملاه بمناسبة رجوع حضرتك بالسلامة. الله، وده بقى كام فتلة؟ لا بقى ده 12 دبارة. الله الله ما شاء الله، ايه الرومانسية والجو الشعري اللي انت عامله ده؟ ايه رومانسية ايه بقى؟ ما خلاص راحت علينا الرومانسية دي، سبناها للصغيرين اللي زيكم يمكن تنفعكم. ايه الكلام الغريب ده؟ الرومانسية ملهاش لا سن ولا عمر. انا من وجهة نظري كل ما الانسان بيكبر كل ما بيبقى رومانسي وشعري اكتر. ايوه بس مش مع كل الناس. عندك مثلا الست والدتك قلبت معها بالعكس. عارفة يا عبير، ماما دي زمان كانت عاملة زي الوردة، كان الواحد يخاف يلمسها لورقها يقع. شوفي دلوقتي بقت عامله ازاي. على فكره بابا، والله ماما طيبه قوي وبتحبك. ايوه بتحبني، بدليل انها اتجوزت.
المهم اوعي بقى تطولي في اسكندريه وتقعدي لك جنب ألفت شهر ولا شهرين تقعد تحكي لك في الحواديت اللي هي بتحكيها دي. هما يومين يا بابا، رحله مع المدرسه وهرجع على طول. هتوحشيني قوي لاني تعودت اشوفك كل يوم الصبح. المهم انا مسافر المانيا كده بعد مده عشان معرض المنتجات المصريه اللي هناك. مش عايزاني اجيب لك حاجه معايا؟ عايزه سلامتك يا بابا، انت كمان هتوحشني قوي. انت مش عايز حاجه من اسكندريه؟ لا ما خلاص، هعوز ايه بقى من اسكندريه؟ المهم ابقي سلمي لي على ماما، ده اذا قبلت سلام مني. وبالمناسبه ابقي اديها الفلوس دي، يمكن تكون محتاجه لها، وقولي لها دول هديه من بابا بمناسبه الجواز. حاضر يا بابا.